رائع، مساحة كبيرة للبحث. صحيح، وبعكس أساف لدينا ميزة. الرموز الثلاثة. لنرى الخريطة. حسناً فلنرى. نحن نقف هنا. سأضع علامات حيث نتجه. تفقدي هذا البرج. واو، يمكن رؤية المكان كله من الأعلى. ربما. حسناً، سأنتبه لأساف. عظيم، لكنني لست قلقة منه. عليك ذلك، لن تحصلي على ميزة المفاجأة ثانية. لم يكن يتوقع الكثير منك. انتظري، هذا إطراء؟ هذا بدا هذا إطراء. رجاله حمقى، لكن أساف يجب أن نبقى بعيداً عنه تماماً. لم أفهم ما الذي يشد نحو أناس مثل أساف. فريزر، لدينا رفقة أمامنا. حسناً، فلنغامر. انتهى الأمر، ضبط المدفع أخيراً. ما هذا؟ ثمة سيارة دفع رباعي هنا. لا أستطيع التعرف عليه، ليس أحد الرموز الثلاثة. علينا أن نركز. لا ترفضي فرصة لكسب مال إضافي. ذلك الجدار قابل للكسر. مثير، إنه رمز هويسلا من نوع ما. بعد كل هذا وجدت شيئاً؟ مجرد رمز، غرض قديم لهويسلا. هل نحتاجه؟ نحتاج؟ لا، نريد. أكيد. اسمعي، ألاحظت شيئاً بشأن التمثال؟ يحمل رمحاً ثلاثياً، أحد رموزنا الثلاثة. نعم، ويشير. سعيدة للإفادة. أين كنا؟ ماذا كنت تقولين عن أساف؟ بلى، على أي حال؟ لم أفهم الذي يشد الناس نحو أشخاص مثل أساف. سهل، يجد الضعفاء ويعرض عليهم القوة، يمنحهم هدفاً. هدف؟ يبدو هذا هراء بالنسبة إلي. كيف تورطت مع أساف في البداية؟ وما الغرض؟ أفضل عدم التحدث. يبدو أنه يكون لك الإعجاب. لا تذكريني، كان مفيداً حينئذ، لكن
أجل، أين تذهبين؟ أتتسلقيه؟ أرغب في ذلك، لكن ينبغي أن يراقب شخص قوات الأسد. ابتعدنا. هذا سهل. هل أنت بخير؟ بخير للآن. اقتربت. ها هي الرموز الثلاثة. لم يستغرق الأمر وقتا. رمح جناش، لنبحث هنا. إنه يستهدف أطلال الهيصلة، حصن قديم بعد تلك الشلالات. علامة رمح ثلاثي. وخلف الباب رقم 2. ها، ما يمكن أن يكون هذا؟ سأرجع إليها لنكتشف ما خلف باب الفأس. حصن آخر داخل سفح الجبل. سأعلم على الخريطة علامة فأس. أخيراً وليس آخراً باب القوس. وحصن آخر تقبع في وسط قاع البحيرة. سأعلم على هذا الموقع. واو، ليتني بحثت عن زر الاستدعاء قبل التسلق. حسناً، هل استحق التسلق؟ بل أكثر، عثرت على الرموز الثلاثة. حقاً، كل واحد كان يشير إلى حصن مختلف. الأفضل للبحث. عظيم. حسناً، وكنا نتحدث عن... كنا نتحدث بشأن أساف. أو صحيح، اهتمام أساف بي كان أمراً مفيداً في فترة ما. أخبريني. أفضل السكوت أثناء المشروبات؟ لن تكفي كل مشروبات العالم. أجل، أنت الخبيرة العسكرية، ما هي استراتيجيات أساف؟ إنه ينشر رجاله لكي يوقف مسيرتنا. لم أكن لأفعل. ماذا ستفعلين إن كنت مكان أساف؟ غير فقدانك للحية؟ أنتظر،
وأتركك تفعلين الأمور الصعبة ثم أسلب منك النابة بعد أن تنتهي. ماكرة بل فعالة ومليئة بالمخاطر. لحظي أنك في فريقي. أجل، أنت كذلك. يدهشني أن أساف لا ينتهج نفس خطتك. ربما مساعده يعلم أكثر مما نعتقد. صحيح، وهذا سبب أدعى لإنهاء هذا. انظري، إحدى شاحنات أساف. المكان آمن. تصميم مثير للاهتمام كالقرص. انظري، رمح غانيش الثلاثي يطابق الرمز في البرج. غانيش مزيل العوادق. البوابة مؤمنة؟ ليس بعد، بانتظار كوبرا ثمانية. علم. تباً، ما كان ذلك؟ ما الذي؟ سحقاً، أتيت عليها، هنا! الوداع! يكون عليك الوداع! أطيع حقها! الكثير منهم أعتقد. أنت بخير؟ أنا بخير، بغض النظر عن العمل لدى صيادة كنوز طائشة. حسناً، ما التالي؟ سؤال وجيه لنستكشف. ليس هكذا ولا هكذا. ما اللغز هنا؟ ماذا؟ بدا لك زر؟ أجل، أردت أن يكون لي دور. ما هذا؟ ما أجمل هذا الصوت؟ استدار أحد قضبان العجلة. وماذا عنك؟ اثنان. واحد آخر سأحضره.
وجدتك؟ يتبقى كفر. أخيراً وليس آخراً، قد يكفي هذا. حسناً، فلنعد إلى العجلة الكبيرة. العجلة الكبيرة؟ أو أياً كان المصطلح الأثري لها. العجلة الكبيرة تعمل. لقد نجحت بالفعل. هيا سنمر من تحته. صحيح. ها نحن. انظري هنا، بما ستراهنين؟ أخبرتك أنه مفتاح. لقد أحسنت، فلنرى ما فائدتها. ما الأمر؟ لغز هويسل القديم. بالطبع، أصنع رمحا ثلاثيا. إنه جنيش. أهلا سيدي. والآن ماذا؟ علينا تحريك هذا الذراع وسنرى ما يحدث. أهي آمنة؟ تعلمين أن صيد الكنوز لا يلائم من لا يخوضون المخاطر؟ لا يصلحون كمرتزقة. كمرتزقة حين أفعل قنبلة فأنا أعلم ما سيحدث. أسلوبي أكثر متعة. أسمعت هذا؟ أشعرت بذلك؟ واو. فريزر، انظري. يا للهول، هناك مخرج محفور على جانب الجبل. وكنت خائفة أننا سندير الرافعة ونموت. من الجيد أن معي ابنة عالم آثار. نشأتك كانت ممتعة، ها؟ في بعض الأحيان تعلمت كثيرا. كانت الهويسلة شغفة، أخذت الكثير من وقته. أنا لو نقبت عن كنز أفضل جني المال. أكيد لا أخاطر دون عائد مجزي. ظننت هذا. كإدارة جيش هذه مسؤولية كبيرة. اعتدت هذا. شركة أبي تقاعد وأديرها. عمل العائلة. لقد أفسدت، لكنك تعرفين أنت مقربة من الأخوين دريك. أجل حسنا، لنتحدث لاحقا. والآن أين نذهب؟ الحصن المحدد بفأس على الجبل. الحصن المحدد بالقوس في قاع البحيرة. كان علي سؤال عن عائلة دريك قبل قبول المهمة. ليس هناك ما يقال. أعرف نيت جيدا. لا أعرف سام كثيرا. بدا لي أنه كان يظهر من العدم. حسناً، فلنعثر على مخرج. من يصل أخيراً عليه العشاء؟ أحضرت وجبتين. لست مرحة. فريزر، التعزيزات قادمة. متوقع.
جدياً الآن. أحسنتي. بالنسبة إلى طبيعة الأمر. بالنسبة إلى طبيعة الأمر؟ هذا ثناء جميل منك. بالفعل. جبال وقع بحيرة. أجل وأجل. مهلا. لعلمك لم يعد نايثن دريك في الصورة. لا داعي للقلق منه. كانت لدي مخاوف. لماذا قبلت عرضي؟ لست من النوع الذي يضيع الفرصة الجيدة، خاصة والجميع يريد أن يرى من أفضل. سمعت ذلك. وبالنظر للجانب المشرق؟ كما تجانب المشرق؟ أوه، عندما يكون للناس توقعات منخفضة من السهل جداً مفاجأتهم. أعلم أن هذا العمل صعب بالقدر الكافي لإنجازه بمفردك. استغلي أي فرصة. أتعملين بمفردك؟ تقريباً. كم عمرك حين بدأت؟ صغيرة. تعلمت أن أترك الناس يعتقدون أن الأمور تسير بخير، ثم أتولى زمن الأمور. الأمر معقد لي. أفضل دوماً الطريقة المباشرة. استخدم الطريقة الناجحة. تمهلي، احذري، المكان يعج بالمتمردين. فلنلقي نظرة. أرى أن نفجر الجدار ونرى ما في الداخل. لقد طلب منا خبير أسعد ألا نرسل المواقع. تبا للجدار يملون أراها. ها نحن أولاء. أمان. لنلقي نظرة. لقد وجدت تمثالاً آخر. معه قوس هذه المرة، موجه إلى هذه الأطلال.
ممتازة، قد تكون لدينا رفقة. سيفيد الغلط. انظري هناك، قوس باراشوراما، رأيت هذا في البرج أيضا. إذا باراشاما باراشوراما باراشوراما صحيح. من هو؟ إنه الوجه السادس للإله فيشنو، وهو محارب مهيب. حسنا، لا أزال أحاول فهم هذا. لنتقدم نسعى، فلندخل. ماذا كان هذا المكان في رأيك؟ يصعب القول. حسن، ليس التصميم المناسب لمعبد. أين سنذهب الآن؟ أعلى، سنصعد لأعلى. ليتني أحضر. جيد خروجنا من هذا المكان المقرف. كنت بدأت أشك أن الزعيم يكذب. احذر ما تلفظ به. آسف. قريبا لن يهم، فعندما نحصل على الناب سيتبعنا الناس كالخراف. أجل. هل عثرت على أي شخص؟ انتهى الأمر، نحن في أمان. نبه هذا الآخرين. ما باليد حين. هيا هناك أعلى الجبل. أتى الآخرون. لا تريدونني أن أطلق النار من هنا. هيا. حسنا، نحن في أمان. سيأتي المزيد. كانت الشاحنة بالخارج كبيرة. سنبقى حذرين. يجب ذلك، سنسقط من فوق تل. لديك حس دعابة. كنت أفضل أن أطلق أسهم. ليس بيدنا الكثير، كما أن من يضحك أخيراً يضحك كثيراً. أترين؟ يبدو كصنبور آخر. لنصعد. اتبعيني. نادين، هناك المزيد أمامنا. لا يعلمون بوجودنا. جيد، إلى يسارك. رائع، نظراً لوضع الحال. عثرت عليها. عثرت عليها بجوار الجدار. هل نحن في أمان؟ نحن في أمان. رائع، جيد أننا في أمان، فلنتقدم. كنت سأقوله. آلية من نوع ما. ها نحن. عظيم، يكفي هذا. قل لي، نجحت في العبور. آسفة، أقف نفسي على الوصول. بالتأكيد، ظننتك ستعبرين الطريق الأسهل. معذرة،
أنت بخير؟ أنا بخير، لكن لا تبدأي من دوني. أكيد لم أكن لأحضر بذلك. ها أنت ذا، تستمتعين؟ كسلالم التسلق في المدرسة. تبدو أكثر أماناً من ساحة اللعب في مدرستي. اقتربت، نجحت. أنا منبهرة. منبهرة وأنا منهكة، فلننهي هذا. حسناً، أعتقد سيكون رمحاً هذه المرة. جيد. أوه، هذا أصعب بعض الشيء. الدائرة الداخلية تحرك الخارجية. انظري إلى هذا، باراشوراما. صحيح، فلنفتح المياه. واو، ولما لن يختلف الأمر؟ ماذا لو وجدنا نيرانا؟ تعبثين معي. بالتأكيد أعبث معك. ها نحن. هذا أملي إنها ليست نيرانا. شلل آخر. أجل، بقي واحد. بذلت هايسلا جهوداً كبيرة لإخفاء الناب. كان ناب غاناش رمزاً لهيمنة إمبراطورية هايسلا، يعبر عن ثروتهم وقوتهم. جائزة جيدة للفرس. نعم، لطالما ظن أبي أن الناب كان شيئاً أعظم. لحظة، والدك سعى خلف الناب؟ أوه، كان أبي مهووساً به، قضى كل ليل ونهار في البحث عنه. كل أموالنا ضاعت على بعثات استكشافية. سمعت بهذا. وما النتيجة؟ لا أعرف. أبعدني وأمي بحجة عدم الأمان وذهبنا إلى أستراليا، والآن أنا هنا في ضواحي هاليبدو. هذا أمر مضحك. أخيراً، الحصن الكامن في ذلك الجبل حيث رمز الفأس. فهمت سبب لهجتك الآن. أجل، فريزر ليس كنية هندية، اسم والدتي. فلنجد طريقاً للعودة للسيارة. حسناً. هذا مفتوح الآن. طبقة واحد عند الجبل. بالضبط.
هدف سعي أساف وراء النبي أصبح واضحا. ظننت أنه يريد المال مثلنا. سيستخدمه لحق الناس في صفه والتلويح به في مواجهة الحكومة مثل سائر الأوقات. أحدث ذلك قبلا؟ أجل، منذ أن خسر الملك الشاب أمام الفرس الجميع أراد الحصول عليه وعلى هذه الأرض، وكنت أظن أننا في رحلة صيد الكلب. ونحن دائما يشبهون أساف يتنازعون. هذا ليس من شأننا. انشغلت بخوض الحروب لبعض الوقت. نقطة جيدة، فعلت ذلك من أجل المال عادة. ماذا عن عملك مع أساف؟ بالتأكيد بسبب الدافع المادي، لم يستحق الأمر العناء. قاسم، ولما أتممته؟ أردت العمل على بناء سمعتي، فرأيت أن أبدأ مع الأسفل. لا مجال سوى المواصلة. المكان رائع. زيارتك الأولى للهند؟ أجل. لا مزايا كثيرة في هذا العمل، ولكن سفر أحدها. إلى أين سافرت؟ قولي أين لم أسافر. اختاري سؤال مزيد من قوة أصاب. انتظري لحظة، هناك في الجدار الصخري ترين الممر المقوس، يبدو سليما. ستأتي؟ أريد أن أتمشى قليلا. صحيح. حسنا، فلنتحرك. ما هذا المكان؟ نلت مني. انظري إلى ذلك. قردة. تبدين متأثرة. أنا أحب القردة. ماذا لدينا هنا؟ فلنرى. أأتخيل أم هذا يبدو كخريطة؟ تشبه خريطتنا. سأدون هذا أيضا. فتحة، والحجم يناسب حجم الرمز. لنجرب. شغلت موقعا على الخريطة. أجل، ماذا لو وجدناها كلها؟ انظري لهذا السوار، لابد أنه يخص إحدى ملكاتهم. شعار آخر لملك هويسلة، أحدهم واجه المتاعب لإخفاء هذا. ماذا عن الرموز بالأعلى؟ رموز؟ لابد أنها ترمز إلى ملوك هويسلة، وعددهم 11. سيساعد في الحصول على الناب؟ لا أظن ذلك، لكن نقود إضافية. صحيح. صح. هيا لنعد للعمل. حسناً، إذن كنا نتحدث عن... على أي حال، كما كنت أقول، اختاري السؤال المناسب لك. لم أذهب للولايات المتحدة. حقاً؟ الأشياء التي أبحث عنها قديمة. الولايات المتحدة لم يمر عليها سوى 200 عام. صحيح. وماذا عنك؟ إلى أين تريدين الذهاب؟ آيسلندا. اختيار جيد، إنها جميلة. إنها هادئة وغير ملوثة، وأريد أن أشاهد الأضواء الشمالية. حسناً، أريد ذلك أيضاً. هلا، تباً، هذا الموقع مكشوف.
مرة أخرى بسرور. هي انظري، فأس شيفا. أنا سعيدة لأنني تسلقت هذا البرج. شيفا كان إله الدمار. أجل، ولكن ليس كما تظنين. إذا ليس تدمير الأشياء. بالطبع لا. سأعود للخلف. على الرحب. حسناً، لنبدأ. أوه، صلاة في مواجهة النمر. معركة غير متكافئة. فاز صلاة بالفعل. كان يحمي معلمه وقتل الحيوان من ضربة واحدة. ومن هنا أتى الاسم هوي صلاة. هوي في لغتهم تعني ضربة. لا 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 لا. واو. فريزر، أنت بخير؟ أجل، هيا انزلي. الماء جيد. يعني تركوا عتادهم. ستفيد هذه. تصحيح، عتاد تسلقنا. يا إلهي، مؤلم للمعصم. من هناك، أنا خلفك تماماً. أنت بخير؟ أشعر بصمم، لكني بخير. جيد، فلنتابع.
يا إلهي، ما هذا؟ فلنرى ما يفعله هذا. تحرك التمثال. سألقى حتفي، هذا واضح. تبا، تحرك ثانية. انتبهي. كان وشيكا. حسنا، نجحت. تعالي هنا. قادمة. أوه يا إلهي، ثلاثة تماثيل ورمزان مختلفان، نجمة وحلقة. إنها رمز شمس كويسر، لكن أحب وصفك أكثر. إصابة وشيكة. الضرب بفأس يؤلم بعض الشيء. أكيد، أنت بخير؟ أجل، اعتدت على هذا. نجوت. هذا ليس سيء. وشيكا. حسنا، جيد حتى الآن. لكن ليس كفاية. اقتربنا. حسنا، نجحت. اقتربي. جيد، خلفك تماما. توقعت وجود لغز آخر. كيف عرفت ذلك؟ دائما ما تأتي في ثلاثة. حقا؟ سترى.
شيكا. هواء منعش. لنصنع فأسا. أو ما هذا؟ ليس عدلا. سررت برؤيتك يا شيفا. هيا فلننتهي من هذا. صحيح. تبا. أترين؟ قلت إنها خطيرة. تأذيتي؟ أهينت كرامتي. ها نحن. فليهطل الماء. عثرنا على الثلاثة. أتعلمين؟ أنت بارعة في التنقيب. أتعلم بسرعة. لدي سؤال. أعتقد أنك تستطيعين فعل كل شيء. لماذا تريدين شورلاين؟ حقا؟ قلب شريك رجالي ضدي. مساعدي هرب بالجائزة. ناثان وسامويل دريك هرب بلا عقاب. وتسألين لما أريد شورلاين؟ نعم. أثناء مناوبتي فقدتها في مناوبتي. حسناً، ما هذا الشيء الذي تلعبين به؟ لعبتي للتوتر. جاءت بعد أسابيع من انتقالنا لأستراليا. حسناً، لنتحرك الآن حتى لا يسبقنا أساف. تعلمين، تعرضت لعدة إخفاقات وكان علي أن أصمد ولا أيأس. لا أحب الفشل. لا أحد. لنعود للسيارة. أحب الاختصار. جيد، لن نعود من حيث جئنا. لفديتك الفؤوس. إذا أردت استكشاف مكان آخر فهذا هو الوقت المناسب. جيد. أياً كان الأمر، تلك السمعة هي سبب حصولك على هذه المهمة، بالإضافة إلى احتياجك إلى المال. أصبتي. بصراحة من الممتع أن أعمل مع امرأة على سبيل التغيير. أنت محقة. لسنا بالكثير. طلب تاجر أسلحة التحدث إلى الشخص المسؤول ثم حاول التراجع حين علم أنه أنا. وماذا فعلت؟ كسرت ساقيه. يا إلهي، أنت لا تمزحين. أساوي بين الكفتين. لا تعبث مع راس. علي ذكر ذلك في بطاقتي. أيمكنك الانسحاب ولا تعملين مع شورلاين؟ خلقت لذلك، ليس لدي خيار. هناك دائماً خيار. كنت آمل أن يسأموا ويغادروا. لن يغادروا إلا أن تولي ذلك بلطف. انتبهي.